فيلمنا بيبدأ في محمية طبيعية عايشة فيها حيوانات كتير، وبيكون فيها نوعين من الذئاب، نوع صياد ومسيطر وده اسمه الألفا، ونوع تاني تابع للنوع الأول وده اسمه أوميجا، وفي ذئب من الأوميجا اسمه هيمفيري، وهو بيلعب مع صحابه وبيتزحلقوا على شجرة، وفي نفس الوقت بتكون ذئبتين إخوات، واحدة من فصيلة الأوميجا واسمها ليلى، والتانية من فصيلة الذئاب الصيادة الألفا واسمها كيت، بيجروا ورا بعض ويلعبوا، وبيتقابل هيمفيري وكيت مع بعض وهما الاتنين كانوا صحاب من الطفولة، بس بيقاطعهم وينستون زعيم القطيع وأبو كيت، وبيقول لكيت تجهز عشان هتسافر للمدرسة تتعلم إزاي تكون صيادة عشان هي اللي هتكون زعيمة القطيع من بعد أبوها، وبيقول لهيمفيري إنه ما ينفعش الألفا والأوميجا يكونوا أصحاب لأن دي هي قوانين القطيع، بس هيمفيري كان بيحب كيت ومش شايف غيرها ومهتمش لكلام أبوها، وبعد سنة كان هيمفيري لسه زي ما هو بيلعب مع أصحابه ويتزحلقوا على الشجرة، وبيشوف كيت رجعت من المدرسة وبقى الصيادة والنهاردة أول يوم ليها في الصيد ومستخبية عشان تصطاد الغزلان، وهيمفيري واقف يتفرج عليها من بعيد وأصحابه بيقولوا له فوق دي من ألفا وانت من الأوميجا، يعني ما ينفعش انك تتجوزها، ايه رأيك في الذئبتين الحلوين اللي هناك دول؟ بس هيمفيري مهتمش لكلامهم وفضل يتفرج على كيت، وبتوصل ذئاب شرقية وبيكونوا عايزين نفس الفريسة اللي بتصطادها كيت، وده بيخلي الغزلان تشوفهم وتهرب، وبيجروا وراهم الذئاب لكن بيجي جري قطيع من الغزلان، وده بيخلي الذئاب هي اللي تهرب وبتتشقلب كيت وتنقذ الذئبين اللي معاها بدل ما يتهرسوا من قطيع الغزلان، وبعد ما الغزلان بعدت بتتخانق كيت واللي معاها مع الذئاب الشرقية، وبيتدخل هيمفيري واصحابه ويفضوا الخناقة ويقول لهم عيب كده ضحكتوا علينا الغزلان، وبيجي وينستون الزعيم ويقول للذئاب الشرقية ترجع القطيع بتاعها، وبيقول لكيت واللي معاها يرجعوا العريم بتاعهم، وبيشكر هيمفيري على اللي عمله، وبتكون كيت زعلانة جدا لانها ما جابتش اكل للقطيع النهاردة، ودي مشكلة كبيرة، بس ابوها بيقول لها ان دي مش غلطتك، دي غلطة الذئاب الشرقية اللي محترمتش القانون وجات للمنطقة بتاعتنا، وبيجي واحد من الذئاب لوينستون ويقول له ان الذئاب الشرقية هجمت عليا وعورتني، وبتقول مرات وينستون انه ما ينفعش يسيب الذئاب الشرقية تهاجم قطيعهم كده، وبيقول وينستون كل الالفا يستعدوا عشان يدافعوا عن القطيع، وبيروح عشان يقابل توني زعيم الذئاب الشرقية، وبيقول له ما ينفعش انكم تصطادوا في منطقتنا، فبيقول له ان الغزلان اللي في الشرق خلصت وانا مش هسيب قطيع يموت من الجوع ولو اضطرينا نحاربكوا على الوادي، وبيقول له ان الحل اننا نجوز ابني جارس وبنتك كيت ونضم القطيعين على بعض، اما الحل ده او اننا نحارب ما بيكونش قدام ونستون غير انه يوافق عشان ده الحل السلمي الوحيد وهو بيكره الحرب، بيقول له توني خلي كيت تقابل جارس ويعو تحت الامر، وبيروح يقول لكيت على القرار اللي قاله له توني، وبتوافق كيت انها تتجوز جارس، وبتقول ان دي مسؤوليتها اتجاه القطيع عشان تمنع الحرب، وبتروح كل الذئاب عشان تعوي تحت الامر العواء ده اللي هو التزاوج بتاعهم، يعني من ضمن الذئاب اللي بيروحوا بيكون هيمفيري واصحابه، لما بيشوف كيت بيقرر انه يروح يعوي معاها، لكن صحابه بيقولوا له بلاش تنسى نفسك، دي هي من الالفا وانت من الاوميجا، يعني القانون ما بيسمحش بكده، بيزعل هيمفيري وبيحاول صحابه يضحكوه فبيطيروه غصب عنهم عند كيت، وبيجي جارس، ودي بتكون اول مره تشوفوا فيها كيت وليلى، وبتعجب بيه كيت وليلى جدا، لكن هيمفيري بيقف وسطهم ويعفر جارس بالتراب عشان هو غيران منه، وبتقول كيت لاختها تاخد هيمفيري ويمشوا بعيد، وبتكون كيت مبهوره بقوه جارس وكده لحد ما بتسمع صوته وهو بيعوي ما بيعجبهاش، وبتحاول تتهرب كيت منه وبتقول له هروح اشرب ميه وارجع لك، وبيشوفها هيمفيري ويقول لها ما عجبكيش صوته وهو بيعوي ولا ايه، عندك حق ده صوته ازعج الذئاب كلها، فبتقول له بالعكس ده حلو جدا انا بس جايه برتاح شويه وهرجع تاني، بيكون في صياد مستخبي بين الاشجار وبيضرب كيت وهيمفيري بطلقه منومه وبيحطهم في صناديق حديد وياخدهم معاه في العربيه، بيصحى هيمفيري وكيت وما بيكونوش عارفين هم فين لحد ما بتوصل العربيه المحميه الطبيعيه وبيطلقوهم هناك، ويفضلوا يجروا لحد ما يلاقوا بطه ووزه بيلعبوا جولف وشويه حيوانات بتتفرج، بيروحوا عشان يسألوهم هم فين، بس الحيوانات بتهرب اول لما تشوفهم، لكن الوزة ما بتلحقش تهرب عشان ما بتشوفهمش وهم جايين، وبيمسكها هيمفيري من رجلها وبتاخده وتطير، وبعد ما بهدل هيمفيري وخبطوا في الشجر بيقعوا هما الاتنين على الارض، وبيسألوا الوزة هم فين، بتقول لهم ان احنا في محمية طبيعية في هاواي، الصيادين جابوكوا هنا عشان تتجوزوا وتجيبوا ذئاب صغيرة، بيفرح هيمفيري وما بيكونش عنده مانع، دي فرصته جات له لحد عنده، لكن كيت بتقطع فرحته وبتقول له اننا لو ما رجعناش القطيع هتحصل حرب بين القطيع الشرقي والقطيع الغربي، لازم نرجع، وبتطلب كيت من الوزة والبطة يساعدوهم يرجعوا للمحمية بتاعتهم، فبيسألوهم وانتوا منين اصلا؟ قالوا لهم من محمية في كندا.
تقالوا لهم ان احنا رحنا اكتر من مره هناك لحسن حظكم في واحد ومراته من هنا مسافرين كندا النهارده، تقدروا تركبوا معاهم وبيوصلوهم للعربيه وبيركبوها من غير ما اصحاب العربيه ياخدوا بالهم، وبتقول لهم البطه والوزه انهم هيطيروا وراهم ويراقبوهم من فوق عشان يطمنوا عليهم. وبيفضل قطيع الذئاب يدور على كيت في المحميه، وبيقول توني قائد الذئاب الشرقيه انها هربت عشان ما تتجوزش جارس، وبتقول ام كيت ان الذئاب الشرقيه عملت حاجه في بنتها، وبتحاول ليلى تقول لهم ان اختها سابت جارس ونزلت من على الجبل ومن ساعتها محدش شافها، بس محدش بيسمعها. وبتقول ليلى لجارس تعالوا ندور عليها مع بعض، بس بينسوا انهم رايحين يدوروا على كيت، وبيفضلوا يهزروا ويلعبوا ولا على بالهم. وبيقول لها جارس انت بتعرفي تعملي ايه؟ بتقول له بقلد السلحفه، وبيقول لها تعالى اعلمك الصيد، وبيرفع الشعر من على عينيها وبيقول لها تعرفي ان عينيكي حلوه قوي، وبيفضلوا يضحكوا ولا على بالهم اللي حصل لكيت. بتقف العربيه اللي راكبها كيت وهنفري، وبينزل منها هنفري عشان يعمل حمام، وبيلاقي كيس اكل وبيقعد ياكل، وفجاه بيطلع واحد من بيته وبيشوف هنفري، فبيقول ذئب مسعور وبيمسك بندقيه وبيكون هيقتل هنفري، وكمان العربيه بتاعتهم بدات تمشي، وشكل كيت هتسيبه يروح لمصيره، بس في اخر لحظه بتنط كيت وتزق الراجل توقعه عشان تنقذ هنفري، بس العربيه اللي كانوا راكبينها سابتهم ومشيت، وفضلوا هما الاثنين يجروا لكن ما لحقوهاش، وكمان الجو مطر عليهم. بيحاول هنفري يقنع كيت انهم يمشوا بعد المطر، لكن كيت بترفض وبتسيبه وبتمشي وهي زعلانه عشان بسبب تفاصته العربيه سابتهم ومشيوا، وبتتزحلق كيت من الطين وكانت هتقع، لكن هنفري بيفكر بسرعه وبتشعلق في حبل متدلدل من شجره، وبيقول لكيت امسكي في ديلي وبينقذها، وبتشكره كيت وبتقتنع المره دي انهم يستنوا لحد ما المطر يبطل، وبيلاقوا حفره بيناموا فيها لحد الصبح، وبتيجي البطه والوزه ويصحوهم ويقولوا لهم احنا اديناكوا تذكره درجه اولى ترجعوا بيها لقطيعكم وانتوا ضيعتوها، وبتقول لهم كيت معلش وبتسالهم على طريقه تانية يسافروا بيها. الوزه بتقول لهم انتوا ذئاب مرزقه، وعشان انا حبيتكم هقول لكم على طريقه تانية، بس يا رب تلحقوها. في قطر هيروح هناك بعد الجبل ده، وبيروح كيت وهنفري، وبيلاقي هنفري في الطريق دب صغير وبيلعب معاه، لكن بتيجي امه وتهاجم هنفري وكيت، وبيفضلوا يرجعوا لورا، وبيقفوا على شجره في اخر الجبل، والدب بيكسر الشجره ويوقعهم من عليه، وبيركب هنفري وكيت ويتزحلقوا على الشجره، وبيكونوا اتاخروا على القطر، وبدا يمشي بس بيقعوا من على الجبل في القطر وهو ماشي، وبيكونوا فرحانين جدا عشان لحقوا القطر، وبيبداوا يفتكروا اللي حصل لهم في الرحله ويضحكوا، وهنفري بيشوف القمر وبيبدا يعوي، وبيقول لكيت تعالي اعوي معايا. بتكون كيت متردده بس بتوافق لما تسمع صوت هنفري وهو بيعوي، وبيكون صوته حلو جدا وبيعجبها، وبتوافق وبتعوي معاه. وفي نفس الوقت بتكون ليلى بتعلم جارس العواء ومستواه اتحسن جدا، وبيجي قطيع من الذئاب وبيطلب جارس من ليلى انها تمشي، وبيقول له ابوه مش عيب عليك تعوي مع الاوميجا، وبيقول له انضم لباقي الذئاب، وبيساله جارس في ايه، بيقول له اننا هنحتل الوادي، وبتروح ليلى تبلغ ابوها باللي حصل، وبياخد الذئاب ويروح هو كمان، وبتروح البطه والوزه القطر اللي هنفري، وبيلاقوه نايم وبيصحوه وبيقولوا لهم انكم قربتم توصلوا، خلوا بالكم عشان ما تعدوش المكان. بيتلم الذئاب الشرقيه والذئاب الغربيه وبيكونوا مستعدين للقتال. بيوصل القطر وبيصحي هنفري كيت ويقول لها احنا وصلنا. بتقول له كيت كنت عايزه اعترف لك ان الايام اللي فاتت كانت ممتعه، وبيقول لها هنفري وانا عايز اعترف لك اني. وقبل ما اكمل كلامه بتشوف كيتي الذئاب وهي هتبدا المعركه، وبتنط من القطر وتجري على هناك، وبيلحقها هنفري وبيقول توني قائد الذئاب الشرقيه كل اللي انا كنت عايزه انك تتبع التقاليد ونوحد القطعان، بس بنتك هربت. وبتوصل كيت وبتقول انا ما هربتش، وبيجري عليها ابوها وامها وبيسالوها كنت فين، فبتحكي لهم اللي حصل، وبيدخل توني ويقول دلوقتي هتتجوزي جارس، فبتوافق كيتي وبتقول عشان نوحد القطعان، وبيكون الكل سعيد ما عدا هنفري لانه بيحب كيت، وجارس لانه بيحب ليلى، وليلى برضه بتكون زعلانه عشان حبت جارس. وبيروح تاني يوم هنفري لكيتي ويديها ورده ويقول لها انه جاي يودعها عشان هيعمل مغامره، هيركب القطر ويرجع تاني المحميه اللي كانوا فيها، وبتبدا مراسم الجواز بين جارس وكيت، لكن في اخر لحظه بتتراجع كيت وبتقول له انها مش هتقدر تتجوزه، وبيسالوها ليه، بتقول لهم انها بتحب اوميجا، بيغمى على امها من الخبر، وبيقول توني ده ضد التقاليد بتاعتنا، فبيقول له ابنه وانا كمان معجب باوميجا، وبيروح لليلى وبيقول ابوه ان ده مش اللي احنا عايزينه، وبيقول لقطيعه احتلوا الوادي، وبتبدا الحرب، وده بيخلي الطيور تهرب، وبيهيج قطيع الغزلان وبييجوا جري ناحيه الوادي، وبتشوفهم الذئاب وبتبدا تهرب، وبيقع توني قائد الذئاب الشرقيه وبيساعده وينستون قائد الذئاب الغربيه، وبسبب ده بيتاخروا هما الاثنين في الهرب، وكانوا هيندهسوا من الغزلان، لكن بيرجع هنفري وبيقول لك
وكيتي لازم نساعدهم، وبيلاقوا شجرة واقعة بيتزحلقوا عليها عشان يوصلوا لهم بسرعة وبيقدروا فعلا ينقذوهم. لكن في غزال بيدوس على كيت وبيقف هنفيري جنبها ويقول لها بحبك ويفضل يعوي، وده بيخلي الذئاب كلها تعوي، وبتصحى كيت وبتقول له انها بتحبه. وبتجري ليلى على جارس وبتعيش كل الذئاب مع بعض في سعادة، وبيقدر الالفا يتجوز اوميجا عادي. لغايه هنا يكون الفيلم خلص. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتات عايز تشوف ايه الافلام الجايه.